أوريانت بودكاست، نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا. مرحبا. إضراب بمدرسة البحتري بمدينة الباب شمال حلب. عن تفاصيل هذا الإضراب وعن حادثة الاعتداء اللي عم يحكوا عنه الأهالي حيكون معنا مباشرة شاهد عيان من مدينة حلب اسمه أبو أحمد. مرحبا أبو أحمد، وأهلا وسهلا فيك بأوريانت بودكاست. أبو أحمد، في إضراب اليوم بمدرسة البحتري بمدينة الباب، في مبارح كان حادث اعتداء على المعلمين والطلاب. حضرتك بصفتك والد أحد الطلاب، شو صار بما أنك كنت موجود؟ الحقيقة اليوم فعلا في إضراب بالمدرسة وبأغلب المدارس الموجودة بالباب. امبارح أثناء الصرفة رحت بدي أخذ ابني، وقت بتفاجأ أنه في تجمع كبير من الطلاب أمام المدرسة، ومجموعة من الشباب عبتدوا بالضرب على أحد الطلاب. فأثناء الصرفة وخروج المعلمين من المدرسة حاولوا أنه يخلصوا هالطلاب يعني يخلصوا هالمشكلة. بتفاجأ أنه في مجموعة شبان لسا أكبر منعوا المعلمين من تخليص الطالب، واعتدوا عليهم كمان بالضرب. في بعض المعلمين تعرضت للضرب للشاب والسفر، يعني وحكي يعني كبير. يعني أبو أحمد، عم تقول شبان، هذول الشبان هن مدنيين ولا مسلحين معهم سلاح، تابعين لفصيل عسكري؟ ما بين معك؟ هن كانوا مدنيين، ولكن اكتشفنا فيما بعد انه الشباب تابعين لفصيل عسكري. والاعتداء بالضرب على طالب في المدرسة، على طالب اثناء صرفته. ايه مزبوط. قدام الطالب؟ يعني الطالب طلع محاولة 13 تقريبا، يعني صغير، طفل، عم يعتدوا مجموعة من الشبان على طفل. طيب يعني حتى المعلمين حاولوا انه يخلصوا الطالب، منعوهم، يعني ما خلوهم، كملوا ضرب على الطالب ومنعوا المعلمين انه يخلصوهم، واعتدوا على المعلمين لحتى بالضرب والشاب والستم. اذا مجموعة من الشبان اللي تابعين يمكن يكونوا لجهة عسكرية لا انت بتعرفها ولا نحن بنعرفها، اعتدوا بالضرب على طالب، اعتدوا بالضرب على معلمين وبالشتم. طيب يعني حسب ما سألت، حسب الطلاب، شو الاسباب يعني انهم يضربوا طفل بهذا العمر وهن مجموعة؟ اكتشفنا بعدين انه الطالب هذا اللي تعرض للضرب عنده اخ اصغر منه بنفس المدرسة. ظهر انه اثناء اللعب بالفرصة متضارب هو وهذا الطالب الثاني، فاجوا مثل يعني الفزيعة او حماية للطالب وضربوا. طيب اهل الطالب اجوا يعني يفزعوا لاب انضرب، اجوا ضربوا الولد الثاني للأسف. يعني أبو أحمد، حالة الطالب إذا كنت أنت شايفها أو المعلمين اللي تعرضوا للضرب، هل حالتهم الصحية جيدة؟ هل الإصابات خطيرة؟ والله أنا اللي شفته أنه الطالب يعني كان إصاباته يعني كتير كبير، يعني في دم كتير بوشه، وسمعت أنه أخذوه على المشفى وأسعفوه يعني. وبالنسبة للمعلمين، في بعض المعلمين تعرضوا يمكن للضرب للكدمات على ما أعتقد، يعني حسب ما شفت. للأسف. طيب التصرف الأهالي وإدارة المدرسة، سواء كان للشرطة أو لسلطات الأمر الواقع الموجودة المعنية، هل تم الشكوى قبل الإضراب؟ هل تم التدخل من قبل هذه الجهات ولا لا؟ إدارة المدرسة بتوقف يعني حسب معلوماتي وما وصلني الخبر من الطلاب ومن بعض الأهالي ومن بعض المعلمين، أنه مباشر قدموا بشكوى بالقضاء العسكري بالشرطة العسكرية، بما أنه اللي اعتدوا بالضرب تابعين لفصيل عسكري. مباشر يعني تم الإبلاغ ودعوى قضائية مباشرة. إذا تم فتح دعوى قضائية، وأكيد يعني نحن حنتابع معك وحنتابع مع أهالي الطلاب. ومديرية التربية كمان مشكورة، كمان تابعت الأمر وما هي ساكتة عن الموقف. فعلا هو لا يسكت عليه المعلمين وأيضا طفل، يعني الواحد بيبعت أولاده على المدرسة لحتى يتعلموا. يعني صراحة يعني صرت أخاف أبعث ابني على المدرسة، يعني شيء مؤسف ومخجل. يعني إنه مجموعة من الشباب الكبار يعني أعمارهم بالعشرين والثلاثين بتعرضوا لطفل عمره 13-14 سنة بهذا الضرب الوحشي، يعني شيء مؤسف جدا. للأسف. نحن بنتأمل دائما إنه يصير في سلام ويصير في عدل، وما عاد نشوف هيك ظواهر أبدا. أكيد نتمنى لك السلامة إلك ولابنك ولجميع
من تعرضوا للضرب أو الاعتداء. متابعين معكم أكيد بنفس الموضوع إن شاء الله. بس يصير تطورات جديدة أكيد حتحطنا على اطلاع فيها. شكرا جزيلا لك. وهذا الموضوع برسم سلطات الأمر الواقع الموجودة بريف حلب الشمالي، القضاء، الشرطة وأيضا الفصائل العسكرية. نضع هذا الموضوع بين أيديكم لتحلوا المشكلة، لأنه ما معقول طفل يتعرض للضرب بهذه الطريقة. شكرا جزيلا لكم بأورينت بودكاست. هذا البرنامج برعاية أورينت الإنسانية.